بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمنيتي وأمنية كل إنسان منا أن يكفي الله له ذكرا في حياته وبعد موته. صح الله الناس افتكرك تدعي لك ويبارك ذكر طيب في الناس حتى يحدث ذلك. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشهور اذا مات ابن ادم ان قضى عمله الا من ثلاث: صدقه الجاريه او علم ينتفع به او ابن صالح رضي الله عنه. انا اعلى بها شويه ونرقى درجه كمان اعلى بعد ذلك. ان انت كل يوم كل واحد بيصلي بيسلم عليك، كل واحد بيصلي بيسلم عليك ازاي؟ كرامي التحيات لله والصلوات والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. لما تبقى من عباد الله الصالحين كل واحد بيصلي يقول التشهد والتحيات يسلم عليك، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ده صلاة فضل انت إلى قيام الساعة وفي كل الأماكن وفي كل الدنيا وكل المصلين، يعني مليارات بيسلموا عليك وبيسلموا عليك خمس مرات وفي السنة كمان وفي النوافل وفي التراويح كتير أوي ناس بيسلموا عليك واحد. ومصر وفي أمريكا وفي كل الدنيا مختلف القارات وفي مختلف الأماكن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الشرط او الاصل ان نكون من الصالحين، يعني خلاص احنا ضمننا ان شاء الله ان كل انسان سيصلي يقول التشهد اي يسلم عليه، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انت بقى من الصالحين ولا مش من الصالحين هي دي المشكله. فلا بد ان ابحث ان اكون من الصالحين. عشان ابقى من الصالحين اعمل ايه؟ اول حاجه أن تعمل عمل تستطيع أن تلقى الله به. يعني أنا أصلي، هل يا ترى العمل اللي أنا أديه صالح أقابل به ربنا ولا لا؟ يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تفسير الصالحات لها معاني كثيرة. عجبني تفسير وقول أحد العلماء أن يكون صالحا أن تلقى الله به. يا ترى الصلاة اللي أنت صليتها دلوقتي ربنا ولا ما تقدرش؟ من صلى لما كانتش سليمه صحيحه ترمى في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، لكن لو صالحه تكون مقبوله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فلا بد ان يكون العمل اولا مقبولا صالحا. ازاي يكون صالح ولا صالح؟ اولا ان تكون كل اعمالي خالصه لوجه الله، اي عمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى يضيع. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، من عمل لي عملا اشرك فيه غيري تركته وشريك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. يبقى لازم يكون خالص لوجه الله. حاجه ثانيه، يكون صوابا. صوابا ازاي؟ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم اتحرى الصواب، يبقى اعمل العمل كما امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو دول اربعه بصلي اربعه، انا هزود اخليهم خمسه غلط، مع اني زودت بس ما ينفعش لانني خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان يكون خالصا وان يكون صوابا. تالت حاجه عشان اكون صالح لازم اتعلم. مش انا اصلي واصوم وازكي؟ ما ينفعش احضر من على جهل. قال الله عز وجل: فاعلم فاعلم انه لا اله الا الله. حمد ربنا ازاي انا جاهل؟ ولذلك عالم واحد اشد على الشيطان من 1000 عالم. انا قاعد اصلي طول عمري وبتوضى
اتوضى واصلي خطوه المسجد بس لو الوضوء صح يبقى اعرف ازاي اتوضى صح واعرف اصلي ازاي واعرف اصوم ازاي واعرف اخرج زكاتي ازاي عشان تكون مقبوله. يبقى تالت حاجه ايه؟ العلم. ولذلك يرفع الله الذين امنوا منكم والذين ايه؟ اوتوا العلم درجات. مجرد الايمان ترفع به بس اللي يرفعك درجات على ايه؟ ان تكون بكل العلم. هل العلم ان انا اكون ازهري؟ هل العلم ان انا اكون شيخ؟ هل العلم ان انا بعد كتب؟ العلم ان انا اعرف ما اتقرب به الى الله عز وجل. يعني انا اصلي ازاي؟ ده انا عاوز اعرفه بس. يعني الفرض العين عليا من العلم. فلا بد من العلم. رابع حاجه ان اكون مع الصالحين. ان الله قال وهو يتولى الصالحين. من الصالحين بقى؟ هل هم افراد معينين؟ افكار معينه؟ بيعملوا حاجه معينه؟ ولا هي حاجه بعضها كده تعطي صلاح؟ ايه رايكم؟ هي كده انا بصلي الفجر مش فارق معايا اللي بيصلي محمد ولا عبد، لكن انا جاي اصلي لقيت ناس بيصلي. طيب يا سلام ينفع الناس اللي بيصلي معايا؟ اصبح في مكان في صالحين. بروح السوق اتعامل وابيع واشتري في ناس معاملتهم كويسه وناس معاملتهم وحش، ناس عندهم صدق ناس عندهم كذب. انا دخلت مع الناس ايه؟ اللي بتتعامل معامله كويسه واصبحت مع الصالحين. اذا لابد ان اجد صحبه طيبه. الصحبه دي تعني على الصلاه. صحبه دي تكون بيئتها مكان الصلاه مثل المساجد، مثل الاماكن التي تربي الله سبحانه وتعالى. لكن انا ابعد واقعد مع ناس لا يعرفون الله ولا يذكرون الله وفكر انا يعني انا ابن المبيض كويس ابدا. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ربنا قال انكم اذا مثلهم. والله ما كنتش بعمل حاجه، انا كنت قاعد بس ولا اتكلمت ولا نطقت، بس كنت قاعد معاهم. قال الله انكم اذا مثلهم. خلي بالك، فلا بد ان يكون لك صحبه طيبه، صحبه من الصالحين حتى تحشر مع الصالحين. اخواني الكرام، الصلاح نعمه ما بعدها نعمه. ولذلك الانسان عند موته لا يتمنى ان يعود الى الدنيا ويرجع بس وقت قليل الا عشان حاجه. فاصدق واكن من الصالحين. بس الصلاح ده يبقى مساله بالسنه. يا اخي بقول لك كل يوم كل واحد يصلي المسلمين ويسلم عليه. هل دي منزله سهله؟ هل دي منزله بسيطه؟ ليست بسيطه، ولو كانت بسيطه لما قال ربنا في كل ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. وفي فرق بين عملوا وفعلوا. فعلوا مره واحده، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل مره واحده. لكن عملوا الصالحات داوموا على العمل الصالح حتى ماتوا عليه. نسأل الله ان نكون من الصالحين وان نحشر مع الصالحين وان يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى في زمرة الصالحين. اللهم امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم ما أنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم
وزكريا ويحيى بينا وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لمشيتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإن يريكموه إذ التقيتم في أعينهم قليلا ويقلبكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتتنازعوا وصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلى الذين
جعلناهم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإخوانكم في الدين ويفصل الآيات لقوم يؤمنون
يعلمون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى الله أحد الله الصمد لم
وَاجْعَلْ
لوجهك خالصا ولا تجعل لغيرك فيه شيئا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمنا الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمنا الوفاة خيرا لنا واقبضنا إليك يا ربنا غير مفتونين اللهم بارك لنا فيما تبقى كرم ومضى اللهم اجعلنا لك فيه بيتان لك فيه شيشان لك فيه منيبين لك فيه أوابين لك فيه منيبين لك فيه توابين واكتبنا فيه من المقبولين يا أرحم الراحمين إلهنا وقفنا بما نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك لا تردنا يا ربنا ظالمين إلهنا عبيدك سوانا كثير عبادك سوانا وليس لنا رب سواك فندعوه ليس لنا رب سواك فنرجوه بل ما يا الله تب علينا يا الله تب علينا يا الله اعتق رقابنا اكتبنا في رمضان هذا من الفائزين اكتبنا في رمضان هذا من المقبولين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرقدته ولا كربا الا نفذته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا ولا ميتا إلا زوجته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربهما صغارا واغفر لمن مات منهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحم جميع أمة المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين
وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر